الله، لقد اطلع على أخطر أسرارنا ويدر نفسه في موقع القوة. أبا عبد الله تتحدانا وتعلن الحرب، يريد هدم ما بنيناه سنوات وسنوات. بمجرد بوحي بكلمات أمام جهاز التحقيق، لا، لقد أعلنت الحرب يا أبا عبد الله، أعلنت الحرب، ولكن سنرد عليك الرد المناسب عندما يحين الوقت. نعم، عندما يحين الوقت. هل لازلنا نملك الورقة الأخيرة التي ندخرها للنهاية؟ والله صحيح، وافرك. يعني انت متاكد يا مرتضى بيه؟ متاكد ان محفوظ نسيبي يعني مش هو اللي عمل المصيبه دي لكن هو اللي بناها؟ انت متاكد من الكلام ده؟ والله المعلومات اللي عندنا لحد دلوقتي بتقول كده. لكن انت لسه عندي كلامك يا شيخ حامد. ها، مش اي معلومه كده ولا كده. على فكره اي معلومه حتى لو كانت تافهه من وجهه نظرك ممكن تكون مفيده لشغلنا. شوف سعادتك. ايوه والله بعقد الهاء انا ما عندي اي معلومات عن الموضوع ده خالص، انما اللي اقدر افيدك فيه بقى اقول لك. محفوظ ده حبه في قلبي ملوش حدود. اي والله، أيوة. انا بحبه كده لله في الله، مش عشان نسايب يعني عدو المؤاخذه، لا، من ايام ما كنا جيران واحنا كده. لانه محفوظ ده، ايه الطيبه دي، ايه النور اللي عليه ده. اي والله، صاحب صاحبه وحامي خلاطه وامير الامراء. امير ايه؟ لا عدم مرزة يعني مش اللي قصدك دي يعني. وبعدين يعني اصل مش اي حد يناسب عيله زلطه دي، ده سلسال اكابر. اي والله، ناس كبار قوي يعني. برضه نسبوني عشان كده، لان انا يعني برضه معاهم كده يعني كده. ايوه، بس اللي اقدر اقوله لك عمياني كده يعني. ايوه، محفوظ ده والله بعقد الهاء عمره ما يعمل حاجه وحشه ابدا، انما هو ساعات، عشان تبقى عارف ساعات. ايوه، ساعات كده يعني رجليه توديه في اماكن المفروض ان هو ما يروحش فيها، زي النهارده مثلا. ايه اللي يوديه عند المول؟ يروح المول ليه يا فرح؟ ما يتحرق المول. شيخ حامد، نعم شيخ حامد، انا عايز معلومات. معلومات مش كلام مرسل كده يا شيخ حامد. لاحظ ان ابن عبد الله لسه مختفي، مخطوف، واحنا مش عارفين نوصله يا شيخ حامد. لا دي بسيطه، لان الولد ده من نطفه صالحه. ازاي يعني؟ ايوه، شفت خفه دم الولد؟ شفت انتفاخته دي؟ ده واد دمه خفيف ومن نطفه صالحه، وان شاء الله هتلاقيه. وابقى اقول لشيخ حامد قالها، ابقى اقول ان انا قلتها برضه في يوم من الايام. ماشي يا شيخ حامد. طب عدم مؤاخذة يعني سعادتك، احنا هنلحق صلاة العشاء وصلاة القيام في الجامع ولا اعمل حسابي على بيات تاني هنا؟ انت شايف ايه يا شيخ حامد؟ خد ودي الملف ده للإدارة فورا. حاضر فندم، حاضر. تمام سيادتك، أحفظ راسك. اتكلمت معاه في السكة؟ يعني هما كلمتين كده بس، بصراحة قلت أخلي الكلام المهم لما نيجي هنا. تفتكر هوصل معاه لحاجة؟ هو موجود بنفسه سيادتك، اسأله أي سؤال أنت عايز تسأله له. بس أرجوك ما تنساش إن اللي محفوظ عمله معانا النهاردة يحسب له. لا محفوظ، لا. تليفون يا مرتضى باشا. لا مش فاضي دلوقتي. لا، تليفون مهم جدا. ايوه،
شفت ان طلع عندي حق يا مرتضى باشا؟ في ايه يا هاني؟ في أهمية محفوظ واهتمام الناس بيه لدرجة ما حصلتش قبل كده. أظن شفت بنفسك ان محفوظ زلطة أصبح بطل قوم الليلاتي. صحيح، الريتنجز بتاعت البرنامج اللي كان طالع فيه لسه وصلاني أعلى نسبة مشاهدة من أول رمضان، وأعلى نسبة إعلانات في برامج التوك شو آخر السيزون. وحضرتك شايفة إيه يا هانم؟ شايفة إنك تفكر في كلامي مرة تانية. الاقتراح اللي اقترحته عليك ليلة الحفلة دي لعبة ممكن نلعبها سوا، وعلى فكرة هي مضمونة النتائج ومربحة لكل الأطراف بما فيهم محفوظ زلطة. أنا هرد على سعادتك في أقرب وقت. أنت عارفة طبعاً إن القرار مش قراري لوحدي. Take your time، منتظر الرد. حاضر، هرد على سعادتك. حاضر. بسم الله يا ابو عبد الله. مصيبه زي اللي حصلت دي كان ممكن نمنعها لو كنت اتكلمت من بدري. الحمد لله يا باشا، قدر ولطف، مفيش اصابات ولا ضحايا، شويه تدمير في المباني اكيد متامن عليهم. وتفتكر موضوع خطف ابنك يا محفوظ هيعدي كده من غير برضه ولا اصابات ولا ضحايا؟ شاكر باشا، سبق وقلت لسعادتك دي مساله خصوصي بيني وبين ابو خليفه. يا سلام، واحنا بقى ايه في الموضوع ده؟ طيشة؟ تكونش فاكرها غابة زي اللي كنت عايش فيها هناك مع بتوع اهل الكهف؟ ها؟ كل واحد ياخد حقه بدراعه؟ في هنا نظام، في قانون. والله سعادتك اللي تشوفها صح، اللي اشوفها انا مش مهم. المصايب اللي تعرفها تاني يا محفوظ نقدر نمنعها قبل ما تحصل. ما اعرفش حاجة يا باشا. ايوه بس كلامك مع نصر وتهديدك ليه؟ بيقول انك تعرف وتعرف كتير كمان. تحب اسمعك انت قلت ايه؟ من غير ما تسمعني يا باشا، انا عارف الكلام اللي انا قلته، انا عارف الكلام اللي انا قلته، وسبب قلت لكم من اول ما جيت هنا على كل حاجه، ما عنديش حاجه اقولها، ما عنديش حاجه اقولها. يعني تعرف ومش عايز تتكلم، صح؟ ماشي يا باشا، انا عملت اللي انتوا طلبتوه مني. سلمتكم ابو خليفه على طبق من ذهب انتوا اللي ما مسكتوش. مش ذنبي بقى، اعمل لكم ايه؟ سيبوني بقى اشوف حالي، اشوف ابني اللي راح مني. على فكره يا محفوظ، على فكرة أبو خليفة ما يهمناش قدك، ها؟ أبو خليفة واضح ومعروف وعارفين إحنا عايزين منه إيه بالظبط، إنما أنت لا، محدش عارف لك سكة ولا اتجاه. كل يوم والتاني تطلع لي بفيلم أنت البطل بتاعه وأنت النجم بتاعه وأنت المخرج بتاعه، والإعلام يهلل والناس تتقبل وأنت نجمك يطلع في السماء. إيه؟ أهم حزب في البلد، أهم حزب في البلد يغازلك تطلع لهم لسان وتقول لهم مش لاعب؟ ليه؟ بتوع الدقون بتوع امبابة يجوا لك لحد الجامع لحد عندك وفي الاخر يقول ما يعرفكش. الشيخ مرسي بتاع الجامعات الاخر يقول ما يعرفكش. انت مين بالظبط يا محفوظ؟ يا باشا كل الخيوط الملعبكة اللي انت قلت عليها دي انا ما لعبتهاش، هي الدنيا كده ما تديش محتاج، بس انا وراها وراها يا انا يا هي. كلامك ده مش مفهوم يا محفوظ. مفيش وقت للكلام يا شاكر بيه، هنفضل نهادي ونتكلم كده لحد الواد ما يروح مني ولا نقول شو شغلنا بقى؟ بص يا محفوظ، انا ما اريد شغلنا غيرك. انت ليه ما نبهتناش من الاول وحذرتنا من قبل القنبله ما تنفجر؟ ها؟ تاني احلف لسعادتك بايه؟ انا ما كنت اعرف. انا لو اعرف كنت قلت لسعادتك. انا رحت هناك عشان اقابله زي ما هو طلب مني. هناك فهمت ان اللعبه فيها تفجير وانابل، ما اعرفش ازاي شيء الهي الهمني كده. مالك يا محفوظ؟ رحت فين؟ الانابل يا شاكر بيه. انابل ايه؟ امتى؟ الانابل اللي ما انفجرتش. مالها؟ الانابل دي هي اللي هتوصلني لابو خليفه عبد الله.